روح الأفلام في تيسير غريب القرآن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور قسم بالجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهو موجود بسيناء. قوله تعالى: وكتاب مستور. وكتاب مستور قسم بالقرآن المكتوب، في رق منشور، في صحف منشورة مبسوطة. قوله تعالى: والبيت المعمور، قسم بالبيت المعمور بالملائكة الذين يطوفون به دائما، وهو في السماء بحذاء الكعبة، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة لكثرة الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: والسقف المرفوع قسم بالسماء. قوله تعالى: والبحر المسجور. المسجور المملوء بالماء، وذكر بعض المفسرين أنه الذي يكون به نار، والسجر بمعنى الإشعال والإيقاد. وهناك بعض البحار يكون فيها في أعماقها براكين، فتنفجر هذه البراكين، فلا النار على عظمتها وقوتها، ولا الحمم البركانية تبخر الماء، ولا الماء يطفئها، فيبقى هذا مع هذا. فسبحان الله الذي يجمع بين النقيضين والضدين، طلاقة القدرة وعظمة ربنا تبارك وتعالى. قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا. تمور تتحرك وتضطرب. قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يدعون يدفعون بعنف وشدة. قوله تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم الآية. اصلوها ادخلوها وذوقوا حرها. قوله تعالى: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين متلذذين ناعمين مسرورين. قوله تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. مصفوفة متقابلة وبعضها إلى جنب بعض. بحور نساء بيض عين واسعات العيون حسانها. ومفرد حور حوراء، ومفرد عين عينا. قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وما ألتناهم، ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق، لأنه فضل من الله تبارك وتعالى، إذ يلحق الأبناء المقصرين في عملهم ولكنهم على الإيمان، ولكن قصرت أعمالهم أن يلحقوا بمنازل آبائهم وأمهاتهم في الجنان، فإن الله تبارك وتعالى يلحقهم بمنازل الآباء في الجنان ليتم نعيمهم وتكتمل فرحتهم ولذتهم، ولا يأخذ الله عز وجل من أجر الآباء ليلحق بهم الأبناء، فالله عز وجل هو الكريم. إذن وما ألتناهم، ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق،
رهين مرهون بعمله لا يحمل ذنب غيره. قوله تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون يتعاطون بينهم ويناول بعضهم بعضا كأسا من الخمر لا لغو فيها لا كلام ساقط أثناء شربها ولا تأثيم ولا يقع بسببها إثم في قول أو فعل. قوله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. مكنون مصون مستور في أصدافه. قوله تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفقين خائفين من العذاب. قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عذاب السموم عذاب النار التي تنفذ في المسام. قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر المحسن كثير الخير. قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بنعمة ربك بسبب إنعام الله عليك بالنبوة ورجاحة العقل. بكاهن يدعي علم الغيب. قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم بل نتربص به ننتظر به ريب المنون نزول الموت وحوادث الدهر. قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أحلامهم عقولهم طاغون متجاوزون الحد في العصيان. قوله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. تقوله اختلق القرآن من عند نفسه. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. خزائن ربك خزائن رزقه ورحمته. ووضع حرف السين تحت الصاد في كلمة المسيطرون إشارة إلى أنها تقرأ بالصاد وبالسين. فهذان وجهان لحفص من طريق الشاطبية وبعض القراء يقرأها بالسين وبعضهم يقرأها بالصاد. فتقرأ بالسين هكذا المسيطرون وتقرأ بالصاد المسيطرون. وأصل الكلمة بالسين وإنما كتبت بالصاد وقرأت بالصاد وبالسين حتى تتناسب الصاد مع حرف الطاء، لأن الذي يناسب حرف الطاء هو الصاد، والصاد يخرج من نفس مخرج حرف السين ومعهم حرف الزاي وهي الحروف الأصلية. قوله تعالى خزائن ربك خزائن رزقه ورحمته. المسيطرون المتسلطون الجبارون. قوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. سلم مصعد إلى السماء بسلطان مبين بحجة بينة تصدق دعواه. قوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. من مغرم من التزام غرامة تطلبها منهم. مثقلون متعبون مجهدون. قوله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. كيدا مكر المكيدون يرجع مكرهم على أنفسهم. قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. كسفا قطعة مركوم متراكم بعضه فوق بعض. قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يصعقون يهلكون. قوله تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. لا يغني عنهم لا يدفع عنهم. قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك قبل ذلك يقع في الدنيا عليهم.
قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، بأعيننا بمرأ منا وحفظ واعتناء. وفيه إثبات صفة العينين لله كما يليق به بلا تكييف ولا تمثيل، وجاءت بصيغة الجمع للتعظيم، وهذا يعرفه العرب وموجود في لغة العرب. قوله تعالى وسبح بحمد ربك، نزه ربك حامدا له حين تقوم للصلاة ومن نومك. قوله تعالى ومن الليل فسبح وإدبار النجوم، فسبح نزه وعظمه وصل له، وإدبار النجوم نزه وصل له صلاة الصبح وقت غيبة النجوم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روح الأفلام في تيسير غريب القرآن.